أصدقائي الشيخ محمد الطوخي، خلي بالكوا بقى والنبي عشان دي حكاية برضو بقابل ناس كتير مش متظبطة فيها قوي. هناك الممثل الكبير الأستاذ محمد الطوخي صاحب الصوت الجميل البديع الأجش اللي ما تكررش تاني، اللي هو بيقول لنا كل يوم في شهر رمضان الفضيل نحن نقص الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، صدق الله العظيم، اللي بيقولها بصوته واللي بيقرأ في أحسن القصص هو اللي بيقرأ آيات التلاوة الكريمة على مدى الحلقات. ده الممثل القدير الأستاذ محمد الطوخي ووالد الأستاذة إيمان الطوخي المطربة الكبيرة أيضا. أما الشيخ محمد الطوخي فهو مبتهل وقارئ للقرآن الكريم. الشيخ محمد الطوخي من أكثر المشايخ اللي ليهم غنى، اللي غنوا مع فرق يعني. طبعا من أشهر أغانيه ماشي في نور الله أدعي وأقول يا رب. تقول لي الغنوة دي مشهورة ليه؟ أقول لك بقى. أولا إيقاعها، حركة الإيقاع السريع، هو مش سريع مهرول لكنه سريع واضح، كانت غريبة على الغناء الديني. الغناء الديني احنا واخدين على المصمود التقيل او على المقسوم التقيل القاعد يعني، يعني دم دم تتتك دم تتتك كده، او دم دم تتتك دم تتتك تتدم كده، انما ام برتتك رتتم برتتك رت بهذه الحيوية. الاحساس بالمشي ده ما كان جديد قوي وقتها في الغناء الديني. نمرة اتنين مفيش فرق، الالات اللي موجودة باص غير الايقاعات يعني، رق وطبلة ودفوف للباص والشيلو والقانون والناي، مفيش حاجة تاني، ما بنسمعش كمانجات، ما بنسمعش بقية الوتري يعني، وما بنسمعش الات اوركسترا خالص، معتمدة عليه هو والكورال. الله، يعني الكلام اذا شغل ملحن. مين الملحن؟ الملحن الأستاذ رضا حمدي. الأستاذ رضا حمدي كان مدرسا للموسيقى في معاهد المكفوفين، ثم رقي إلى مفتش للموسيقى في وزارة التربية والتعليم، وكان كان راجل شيك قوي. أنا شفته مرة أو مرتين في طفولتي يعني، وفي بواكير شبابي اتقابلت معاه مرة أو مرتين، كان بيزور مدرستنا، وكان راجل دمس جدا ولطيف جدا الحقيقة، وألحانه بتقول كده، هو لحن كذا لحن برضه يمكن نلتقي بيه في حلقة أخرى من حلقات البرنامج. على أي حال، اللحن من العجم أو المجير، لأن هو دو مجير، هو مش عجم الحقيقة. برضه تاني نرجع للإخوة أساتذة الموسيقى العربية يقول لك العجم من السي، من الدو لا ما يبقاش عجم، يبقى له اسم تاني. فاحنا خلينا في الدو مجير يعني، هنقول مجير السلم الكبير. اللحن كله من المجير، وسياق اللحن جميل جدا ومتتابع وسهل وسلس، وتعرف تغنيه وراه. الشيخ الطوخي ما بيبذلش جهد في الغنى لان مفيش عفق، مفيش مش جاي على نفسه يعني، يعني ومفيش نقلات ومفيش انفاس طويلة بياخدها وبيردها، ومفيش ومفيش ومفيش، لحن سهل جدا من اسهل الالحان الدينية واحبها الى القلب. عشان كده لقت سكة، لقت سكتها فعلا لقلوب المستمعين. كلام كمان جميل قوي من الشاعر نبيل الفكهاني، بسيط جدا 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 جدا، مش هتلاقوا اي صعوبة في فهمه، وربما الكلام بتفعيلته كده وبسطته الايقاعية هو اللي اوحى للاستاذ رضا حمدي الله يرحمه ايضا بهذه الحركة اللي مليانة حيوية ونشاط، واللي كانت زي ما بقول لكم جديدة على منطق الغناء الديني كله. أصدقائي المستمعين، ماشي في نور الله، نبيل الفكهاني، رضا حمدي، والشيخ محمد الطوخي. ماشي في نور الله، ماشي
بنا.